وللمزيد ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بداية وبعد التحية، ما هي دلالة إعلان المنسق العام للحوار الوطني افتتاح فعاليات الحوار الأربعاء المقبل؟ يعني طبعا الدلالة المهمة إن طبعا الحمد لله احنا انتهينا كمجلس أمناء الحوار الوطني من الإعداد الجيد والمتوازن والدقيق فعاليات الحوار الوطني حتى يخرج بتوصيات قوية ومقترحات لمشروعات قوانين يتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الحوار. فطبعا احنا الحمد لله يمكن عدى فترة طويلة نتلقى يعني كل المقترحات من المواطنين ومن الأحزاب السياسية ومن المؤسسات والنقابات وكل أطياف المجتمع المصري، وصل لنا 196 ألف مقترح تم تقسيمهم إلى ثلاث محاور رئيسية: محور سياسي، محور مجتمعي، محور اقتصادي. وكل محور من المحاور عنده عدد من القضايا غاية في الأهمية. يعني على سبيل المثال المحور السياسي احنا فيه طبعا موضوع قانون مجلسي النواب والشيوخ، قانون مباشر الحقوق السياسية، استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون مباشر الحقوق السياسية، تنظيمات العمل الأهلي والنقابات. المحور المجتمعي بتحدث عن قضايا غاية في الأهمية: نعم. التعليم، الصحة، القضية السكانية، أيضا تماسك الأسرة، الهوية والثقافة المصرية، الشباب. برضو المحور الاقتصادي وهو أكثرهم سخونة يتحدث عن التضخم والغلاء، عجز الموازنة والدين العام، الصناعة، الزراعة، السياحة، العدالة الاجتماعية، الاستثمار الداخلي والخارجي، ملكية الدولة. كل هذه القضايا احنا بنتكلم في 17 قضية رئيسية بينبثق منها أكثر من 113 قضية فرعية. طبعا احنا جهزنا للجلسة الافتتاحية إن شاء الله ستعقد يوم الأربعاء 3 مايو، والجلسة دي هيعود عليها كافة أطياف المجتمع المصري. هيبقى طبعا دي احتفالية يعني كبيرة وافتتاحية كبيرة، ثم نبدأ بالجلسات الفعلية لمجلس الأمناء هتبدأ من يوم الأحد 7 مايو، وهيبقى في جلسات بالتوازي. يوم 7 هتبقى في 4 لجان هتشتغل على المحور السياسي، يوم 3 هيبقى 4 جلسات عن المحور الاقتصادي، يوم الخميس 4 جلسات عن المحور المجتمعي. كل جلسة من الجلسات هيبقى قوامها في حدود 30 مشارك من أصحاب المقترحات اللي مقدمين مقترحات، الأحزاب السياسية، الحركة المدنية، النقابات، أصحاب الخبرة، نعم. الحكومة إذا ما طلبت أو مستدعيت. يعني هيبقى طبعا جلسة حوارية غاية في الأهمية، كل واحد هيجد جدوله في مقترح لحل قضية من القضايا سواء مشروع قانون أو قرار تنفيذي. طبعا إن شاء الله كلنا أمل أن تخرج الحوار الوطني بمجموعة توصيات جادة ومهمة تساهم في يعني إصلاح وبناء الجمهورية الجديدة اللي يعني أرسم مبادئها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.